إذن لماذا نام القلب يا إخواننا؟ نام القلب لبعد القلب عن معاني الإيمان وعن شهود معاني الإيمان. عشان كده أصلا كان بيقول إيه؟ يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. سبحان الله، يعني الواحد مش لازم عشان يروح المقابر يستنى في حالة وفاة، لا أنا بروح القبر. ليه بتروح القبر؟ عشان أتذكر المكان ده، بقول لنفسي خلي بالك هتنزلي هنا وهتسأل ويغلق عليك المكان ده والتراب ده هيجي عليك، أنت فين؟ فلما المعاني دي ترجع تاني ليك وتتذكرها حينئذ إيه؟ تقف أمام المعاصي لا تسقط. طيب شيء مهم جدا في موضوع النوم ده، إن احنا يا إخواننا ما عندناش حاجة اسمها انفصام. العبد لو منطلق في بيعه وشرائه وزواجه وحالته الدنيوية، يعني من إن الحياة ديت لله عز وجل، مش هيحصل هذا الانفصال. أكبر مشكلة في موضوع الغفلة إيه؟ الركون للدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام جاله مال من البحرين، فالصحابة طبعا تعرفون كانوا في حالة يعني مزرية من الفقر، فلما عرفوا إن في فلوس جت فراحوا عشان يعني اللي عنده أزمة ياخد مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام يفك بيه حالته يعني وضائقته المادية. فصلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا مع الفجر في الليلة في اليوم ده. فالنبي عليه الصلاة خلص الصلاة ومشي. فلما مشي تعرضوا له، مش عادته، الناس كانت عادته لما يجي فلوس يوزعها على الصحابه طوال الفقراء ولا يدع في بيته درهم واحد. فهم راحوا كالعاده، لكن في اليوم ده صلى الفجر ومشي. فتعرضوا له، يعني قعدوا ايه يوروا لهم نفسه كده نفسهم صلى الله عليه وسلم. فلما راهم تبسم عليه الصلاه والسلام وعرف الموضوع، قال لعلكم علمتم بالمال الذي جاء من البحرين، عرفتوا ان في فلوس جت، صح؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال ابشروا ما يسركم، والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم أو فتهلككم كما أهلكتهم. أنا خاف عليكم من الدنيا مش من الفقر. هذه الدنيا لما الإنسان يركن ليها ينسى بقى أن في حاجة اسمها يوم آخر، حاجة اسمها جنة، حاجة اسمها نار، حاجة اسمها موت، حاجة اسمها بعث، حاجة اسمها حشر. إذن يا إخواننا نرجع مرة أخرى، أين أنت من مجالس الإيمان ومجالس الذكر؟ أين أنت من القرآن الذي يزيدك إيمان؟ إذن لما تقع وتبقى عارف أن أنت سبب ده لأنك بقالك فترة طويلة لم تزود إيمانك، فالأمر عندك يا عبد الله. لذلك أسأل تبارك وتعالى أن يذكرنا وإياكم بالإيمان صباح مساء ليل نهار وفي كل لحظة، وألا تغيب عنا هذه المعاني الإيمانية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.